معنا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية علاء عبود. علاء، مرحبا، لو تطلعنا على آخر التطورات المرتبطة بالتظاهرات التي خرجت في العاصمة البريطانية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي وتضامنا مع غزة. نعم، التظاهرات تزداد زخما كلما اقتربت من مراحلها النهائية. هي انطلقت من أمام مبنى البرلمان في ويستمنستر أبي، ومن ثم اتجهت لأمام مقر الحكومة البريطانية وبالقرب من وزارة الخارجية، وهي تقترب رويدا من منطقة الهايد بارك. الجموع غفيرة وأعداد توصف بالكثيرة، لا يعرف على وجه الدقة حقيقة هذه الأرقام. الأرقام جزء من الجدل السياسي حول القضية الفلسطينية وحول المتظاهرين الداعمين والمؤيدين لها والمعسكر المضاد. هناك من يقدر هذه الأعداد بالآلاف، وهناك من يقدرها بمئات الآلاف، وهناك من يقدرها بعشرات الآلاف، لا تعرف على وجه الدقة، ولكن هي تزداد زخما. ربما درجات الحرارة الآخذة بالانخفاض شيئا فشيئا هنا في بريطانيا لا تؤثر على جموع المتظاهرين، والذين تزداد هتافاتهم سخونة كلما اقتربوا من المحطات النهائية لهذه التظاهرة. التظاهرات كما أسلفت هي ضمت الكثير من الجاليات العربية والإسلامية وكذلك الإنجليز والأوروبيين، جميعهم يرفعون شعار ومطالب محددة لإيقاف الحرب ولإيقاف دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل خلال فترة الحرب، ويطالبون أيضا بالتحقيق في جرائم ما وصفت بجرائم الحرب التي ارتكبت خلال هذه الحرب وما زالت، وأيضا النشرات التعريفية والبطاقات التعريفية هي تثقف الناس بالقضية الفلسطينية بتاريخها بما يجري الآن على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة تحديدا، وأيضا تعرفهم بمعنى جرائم الحرب وعقوباتها الدولية. الفئات العمرية التي تشترك في هذه التظاهرات تبدأ من الأطفال في العربات الذين يدفعهم ذووهم حتى كبار السن، هم يرفعون شعارات مختلفة. ربما نلاحظ هنا في هذه الصورة قد يقع ما هو محظور، وهو أن يشتبك المؤيدون لفلسطين مع المعسكر المضاد، لأن التعليمات الشرطة كانت واضحة في فصل التظاهرات والتظاهرات المضادة، ولكن في عمق الصورة وهذه نقطة مهمة الإسرائيلية كانت الكاميرا تستطيع التقاطها. نعم، على هذه نقطة مهمة، لأن شرطة لندن قالت إنها اليوم ستحاول تنظيم الحركة فيما يخص تظاهرتين، الأولى وهي التي أنت موجود بها وهي المؤيدة للفلسطينيين، في المقابل وفي نفس التوقيت ستكون هناك أيضا تظاهرة موازية مؤيدة أو تقف مع إسرائيل. نعم، في الواقع الجمعية بقيادة الناشط اليهودي جدعان فالتر ألغت بالأمس التظاهرة التي كانت مقررة هذا اليوم والتي هي تدعم إسرائيل في هذه الحرب، اعتمادا على ما قالوا أنه رصدوا تحركات ضدهم، هناك عملية مراقبة لأفرادهم، هم لا يشعرون بأمان في السير بشوارع لندن والتي من الطبيعي أن يسيروا فيها من دون أخطار السلطات، ولكن هذا الأمر شكل خطرا عليهم كما يعتقدون. وأيضا اجتمع ممثلون عن الجالية اليهودية مع الشرطة البريطانية، شرطة متروبوليتاين، واتخذوا قرار بأن هذه عملية الإلغاء، إلغاء التظاهرة المضادة للفلسطينيين هذا اليوم هو في صالح الجميع، ووعدوا في بيان بأنهم سينفذون العديد من المسيرات للتضامن مع إسرائيل داخل لندن ولكن لدواعي أمنية كما أسموها. هنا في عمق الصورة إن كنت تلاحظين الأعلام الإسرائيلية بدأت تتكثف في هذه اللحظة، وهذا ما تخشاه الشرطة أن يحدث تصادم بين الطرفين. في الأسبوع الفائت في التظاهرة التي وصفت بأنها الأكبر منذ بداية الحرب منذ 7 أكتوبر، كان هناك أحد الناشطين اليهود وهو جدعان فالتر قد اقترب، يعتمر قبعة يهودية، قد اقترب من التظاهرة المؤيدة لفلسطين. منعه أحد أفراد الشرطة الموجودين وقال له بما معناه أنك بشكل واضح وعلني أنك يهودي، لا نريدك أن تقترب من هذه التظاهرة المؤيدة لفلسطين كي لا يقع صدام أو تحدث مشاكل.
هذه القضية أخذت صدى واسع في الأوساط السياسية وأوساط الصحافة البريطانية وعند اليمين، حتى وصلت المطالبات بقالت مفوض الشرطة في لندن، ولكنه حظي بدعم عمدة لندن لأن هذه المادة تدخل في إطار السجال السياسي والمواقف والمواقف المضادة، خصوصا أن انتخابات قادمة وقريبة يمكن أن يستثمر بها هذا الجانب السياسي من الطرفين من اليمين ومن الجانب المؤيد لفلسطين في هذه القضية. وزير الداخلية عبر عن دعمه لقوات الشرطة وأن القوانين واضحة بالنسبة لهم هي الفصل بين التظاهرات والتظاهرات المضادة. الشرطة موجودة بكثافة في هذا المكان، ولكن حتى الآن الأمور سلمية، لم يحدث أي احتكاك بين الجانبين رغم اقتراب الأعلام الفلسطينية من الأعلام الإسرائيلية في هذا المكان كما تشرح الصورة نفسها. نعم، في شرح الصورة على يعني أود منك في شرح الصورة أود منك أن تشرح لنا، يعني إذا كنت تستطيع أن ترى الجانب الآخر من الصورة، لأن طبعا بطبيعة الحال نحن موجودون في المعسكر أو في الجانب المؤيد للفلسطينيين، تبدو في الأعداد يعني بكثافة كبيرة، ولكن في المقابل الجهة الأخرى من الصورة نرى الأعلام وهي يتم التلويح بها من دون أن نستطلع الأعداد في هذه التظاهر المضادة. هل بإمكانك أن تصف لنا الجانب الآخر من الصورة إذا كان واضحا لك؟ نعم، حتى نتحرى الدقة، نحن لسنا في جانب طرف ضد طرف آخر، لا أنا أقصد بأننا ننقل هذا الجانب، أنا أقصد أيام. نعم أقصد أن الكاميرا الآن هي التي تظهر الجانب الخاص بالتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وإن كنا بطبيعة الحال نؤيد بطبيعة الحال طبعا القضية الفلسطينية. بالضبط، وهذا أيضا ما قصدته تماما. الجانب الآخر ربما بالعين المجردة نستطيع أن نقول من الناحية التقديرية بأن أعداد المؤيدين لإسرائيل في هذه التظاهرة هي أقل بطبيعة الحال من الأعداد المؤيدة للفلسطينيين. لماذا؟ لأنه ليس هناك تخطيط لتظاهرة مركزية مضادة، كما قلت قبل قليل بأن التظاهرة الإسرائيلية تم إلغاؤها، وبالتالي ليس هناك حشد، ليس هناك زخم لهذه التظاهرات. إذن لماذا ظهرت هذه الأعلام الإسرائيلية في هذا المكان؟ لماذا هذه الأعداد؟ قد تكون هذه مبادرات طوعية، وبالتالي الكفة غير متوازنة بين الطرفين، بين تظاهرة معدلها مسبقا تم التخطيط لها من قبل، وبين تظاهرة ربما لست أدري ربما تكون ارتجالية من الجانب المؤيد لإسرائيل، لأن التظاهرة التي كان خطط لها قد ألغيت من خلال اعتماد على مخاوف أمنية ونصائح من أعيان الجالية الإسرائيلية. ولكن على كل حال هي متواجدة في هذا المكان، وما دامت هي تسير جنبا إلى جنب من دون احتكاك يبدو أن هذا مريح للأجهزة الأمنية ومريح أيضا للمتظاهرين من كلا الجانبين. نعم، شكرا جزيلا لك من لندن مراسل القاهرة الإخبارية علاء عبود.